المنتخبات جايه اقوى من الاول، عدد كبير من اللعيبه، ليه كانت صعبه؟ ويعني كل المنتخبات يعني اللي شاركت معانا او الست منتخبات اللي شاركوا دولت اجمد ست منتخبات بيشاركوا دايما. قول لي يعني قول لي ساده المشاهدين مين السعوديه؟ السعوديه ديت ما كناش يعني الاول مستوى ما كانش كده، تطور مره واحده طريقه ملحوظه بين البطوله اللي فاتت، البطوله العربيه بتاعت السنه فاتت والسنه دي مستوى متطور جامد. الامارات ديت يعني هي والجزائر منافس قوي جدا لينا فعلا قوي يعني من المنافس يعني اللي ننزل لحنا لهم ناخد الميداليه. احنا في سباقات بنكون متاكدين ان الميداليه دي بتاعت مصر او في سباقات بتبقاش عارف فتلاقي الامارات معاك او الجزائر بتكون برضو المنافسه يعني قويه جامد ما بيننا. طيب ومين تاني شارك غير الجزائر والامارات والسعوديه؟ قطر و بس دول كانوا اقوى ثلاث منتخبات انت قلت عليهم. اقوى ثلاث منتخبات السعوديه والامارات والجزائر. طيب ترتيب المنافسات بالنسبه لك كان ازاي؟ لعبت ايه اول يوم؟ لعبت ايه ثاني يوم؟ خدت ميداليات ايه؟ يعني عرفني في اثنين فضه وواحد ذهب معانا. لعبت سباقات بتاهل الاولمبيات. في عندنا سباقات بتاهل وسباقات لا. في البطوله العربيه؟ الاولمبيات عندنا التحمل بنلعب فيه ثلاث سباقات بس، ميدسون بنلعب فيه تيمبر سود تيم سبرنت. الدولت اللي بيأهلوا الاولمبيات. اللي انا لعبتهم. انت لعبتهم الثلاث؟ عملت فيهم ايه؟ ربنا كرمني في التيم سبرنت فضه. في الميديسون ذهب، وفي المطارده الفرديه جبت فضه. طب المطارده الفرديه معروف ان انت كل واحد بيلعب فردي صح؟ في المضمار احسن زمن بياخدوه. بتاخده كام راوند؟ كام لفه؟ 16 لفه. احسن زمن هو اللي بيفوز. احسن زمن دي المطارده الفرديه. طب الثاني اللي هو ماديسون تقريبا او اسمه ميديسون دوت بينزلوا اقوى اثنين في كل فرقه، بينزلوا اقوى اثنين ويلعبوا مع بعض اللي هو يشوفوا مين هيلم النقاط اكثر يعني ما بيننا احنا. اقوى اثنين في كل فرقه ازاي؟ يعني كل منتخب بينزل اثنين لعيبه. اثنين جامدين تمام. الاثنين دول تشوفوا احسن اثنين هيلموا يعني رقم النقاط بتاعتهم بالمقاد متسم عندنا على الاول والثاني. هو بيلفوا ولو عملنا لفه عليهم بناخد 20 نقطه. بيبقى كام لاعب في المضمار؟ اربعه بس ولا بيبقوا لا لا بيبقوا كتير على حسب الدول، كل دوله بتشارك باثنين. بس دي صعبه قوي. هو دوت اصعب سباق عدى عليه يعني دوت انا اصعب سباق من اول ما بدات اللعبه، دوت اصعب سباق عدى عليا واكتر ميداليه فرحت بيها من اول ما بدات اللعبه. مبروك. طب الماديسون سوري السبرنت التيم سبرنت دوت برضو بينزلوا من كل فرقه ثلاثه، كل واحد بياخد لفه شوفوا احسن زمن ويترتب عليهم. يعني شوفوا احسن زمن ثلاث لفات كانت الامارات، بعد كده احنا، بعد كده الجزائر. الجزائر ديت كانت بطله العرب برضو فشرح احنا كسبناها. مجهود كبير يا محمود، الف مبروك وانجاز كبير لمصر. خلينا نروح لعلياء. علياء انت لعبتي الناشئات.